إذن أهلا وسهلا بكم متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي على وفية، أينما كنتم نرحب بكم مجددا من خلال هذا البث المباشر هنا من قلب مدينة فاس من المنطقة ديال حي الأمل 45 بن دباب. بطبيعة الحال الانفجار ديال تلفاز وثلاجة بسبب تماس كهربائي بطبيعة الحال أدى إلى الحراق ولا حريق لشب في هذه الشقة متابعينا الكرام، وأتى على كل شيء للأسف الشديد. شقة كان فيها وليدات صغار، ثلاثة ديال الوليدات عند هذه الأسرة كانوا خارجين على الدار بطبيعة الحال احترقات ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآن هم في حالة يعني بدون مأوى، لا هي ولا الزوج ديالها. الزوج ديالها كان مصاب يعني بواحد الأكسيدون اللي وقعت له واللي أدات إلى عنده واحد الإشكال على مستوى الساق ديالو. حريق اللي كان هنا طريقة مروعة متابعينا الكرام كتشاهدوا حنا في قلب الشقة اللي تحرقات واللي انهيار ديال هذه الأسرة. هاد السيدة مسكينة من خلال اللايف قبل قليل الأول كانت كتبكي وكتطالب المغاربة باش أنهم لربما يحنوا منها ويشوفوا الحالة ديالها الآن كيفاش غيكون حالتها مسكينة وهي مع هذا الحريق اللي حنا أولا بعدا كان الحمد لله لأن الوليدات ما وقع لهم والو، لأن الخسائر البشرية ما كانش، كانت خسائر مادية كبيرة. غتبقاو مع التفاصيل على لسان هاد السيدة. السلام عليكم ألالا. الحمد لله على تصلى ألالا. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد لله على تصلى بعدا ما وقعش من شي حاجة. كي لنا التفاصيل ديال هاد الواقعة الآلية. أخويا أنا كنت في الطبيب أنا وراجلي، عندي رونديفو البارح مع الرونديفو البارح مع 3:30. قلنا شي على العافيه، خرج العافيه من السرجم ومن الباب. نعم. واش عندك شي وليدات لداخل؟ قلت لها راه وليداتي بثلاثه بهم راهم لداخل. نعم. شنو نقول لك؟ خرجت بحال شي حمقى في الزنقه، هذا كنرغب عباد الله باش يوصلوني. جيت لهنايا كنلقى وليداتي، بنتي اللي عندها 11 عام وبنيتها عندها 3 سنين هربوا، والوليد عندي تدرك انا مسكين ما لقاش يخرج، خافوا بقى شاده الركنه. تدخلوا ولاد الحومه فرعوا للسرجم زولوا الكرياج ودخلوا كيتسابقوا من السرجم ومن هنايا دخلوا. دار مسكين في الزك واحد الملايا واحد الميكا عليه ولوا عليه ودخل هواز لي ولدي وخرجوا لي على برا. واحد مسكين قال لي تحرق من عنقه وواحد من حنكو. الله يجزيهم بخير، الله يرحم لهم الوالدين من وقفوا معايا وعتقوا لي ولادي. اللهم لك الحمد. خلي الله الان تنشوفوا الدموع في عينيك. اللهم لك الحمد. تعرفتي بزاف بهذا الحريق، بكيتي يعني المغاربه لربما شنو اللي خلاك لانك تبكي بهذه الطريقه هذه؟ يعني وكنشوفوا لربما كنتي بدويره صبحتي بلا دار، يعني لربما التفكير ديالك في المستقبل هو اللي خلاك لانك تبكي. لا تقدر، ولكن اللي كله كنفكر ولادي، كنت جيت لقيتهم تاهما مجهوطين بحال هكا كي غيكون فيا. اللهم لك الحمد. من خرجت وليداتي اللهم لك الحمد ما بقيت لا بدار لا بحوايج لا بتا حاجه، خرجتي باللي لابسه انا اللهم لك الحمد. حمد شيري ربي لك ربي كبير ان شاء الله يكون خير، ما تكون خير ان شاء الله. المغاربه اكيد كيتابعوا القصه ديال هذا اللايف. اكيد انا غنرجع عندك لالا، خليك ترتاح شويه. متابعينا الكرام كتشوفوا السيده متاثره، الجيران طبيعه الحال الناس اللي كانوا شهود عيان كيكشفوا تفاصيل مرعبه. غتشوفوا التفاصيل ديال هذا الحريق، كان تماس كهربائي. غنحاولوا متابعينا الكرام نقربكم من كل هذه التفاصيل اللي وقعت. تماس كهربائي كان هنا ياك لالا؟ نعم. في هذا البريز هذا السك هو اللي بقى كيرش العافيه على الناموسيه وعلى كل شيء. نعم. اذا كان حسب نعم واخا خويا العزيز. هاك خويا هاد البريز هذا تيسخن. نعم. وساعة ساعة كتحيدو باش كتدير الدراري ديالها التلفازة يتفرجوا. نعم. فالبريز طرطق، وعلى حسب الهضره اللي قالت لنا البنت الصغيره جالسين هما هنايا تيتفرجوا في هذا البيت. لا في هذا البيت هذا. نعم. وهذا السلك طرطق بقى تينقص. الدري الصغير دخل لداخل. نعم. بغى يعرف شنو كاين الدري الصغير، دخل لذاك القنت، لذاك القنت راه والعافيه شدت هنايا. عاد جا واحد السيد ولد الحومه هنايا الله يجازيه بخير، دخل في الزك واحد الملاية وواحد الخنشة ودخل ولواه في الملاية، لوا الدري في الملاية، دخل في وسط العافية ولوا الدري في الملاية وخرجوا لبرا. نعم نعم نعم. والحريق انتم تشوفوا على عينكم، الحيوط هما تشقوا كاملين. نعم. الحيوط السرجم تشق مشى كامل بالعافية. نعم. والحالة ديالهم الدرية الطبية المدرسة ديالها الأدوات ديالها. نعم. الحوايج ديالهم. نعم. هاد الناس راه أصبحوا متشردين في الزنقة. نعم. هما دوز الشارع دابا جالسين ما عندهم لا اللي الأب ديالهم داير قصيدة. نعم. ومن هادي 6 شهور داير قصيدة ومتشردين، دابا زادوا كملوا في مرة. نعم.
اللي يشوف شي حاجة لله يتعاون مع هاد الناس هادو يتعاون معاهم لله. الله يجازيكم بخير. الحالة ماشي فيها الحالة ديالو انتم كتشوفوها بعينيكم. نعم واخا خويا العزيز انا غنرجع لعندك. متابعينا الكرام كتسمعوا التفاصيل المرعبة. حنا هاد اللايف غنطولوه معاكم وعيطوا للسيدة السيدة الرقم راه درناه بطبيعة الحال ديال الأسرة. عيطوا لهم تضامنوا معاهم المغاربة الشعب التكافل والتآزر والتضامن. ما غنسمحوش فيهم بطبيعة الحال. قناة الشعب مع الشعب المغربي ما غنسمحوش في هاد الأسرة. بغينا نشوفوها يعني هاد الأسرة بطبيعة الحال هي والزوج ديالها ولا هاد السيدة والزوج ديالها والوليدات ديالهم الصغار. نشوفوهم إن شاء الله بشي شقة لما لا. غنديروا الضوء للجهد ديالنا معاهم متابعينا والمغاربة. أنتم ساعدونا بالبارطاج واللي عنده باش يتساعد مع هاد الأسرة يتصل بهم في الرقم ديالهم. المشاهد صادمة متابعينا الكرام كتشاهدوا معنا. من هنا دخلوا الجيران من هاد الشرجم باش لأنهم ينقدوا لربما ما يمكنوا إنقاذهم من هاد الشرجم متابعينا كما كتشاهدوا معنا. من هنا دخلوا الجيران بعد ما نقذوا من تما وداروا السلوم ربما ونقذوا ها هو السلوم ديالهم باش طلعوا. من هنا طلعوا الجيران متابعينا الكرام باش يحاولوا لانهم ينقذوا هذه الاسره هذه. البارطاج على اوسع نطاق. نتمنوا الصادقين باش انكم تضامنوا معاهم. انا كنشوفوا ربما كنتحدث حرقه لان احنا كمواطنين مغاربه فكنديروا راسنا لربما يعني في عوط هاد الناس. يعني واحد النهار غيوقع لك ربما نفس الاشكال اللي وقع لهاد الأسرة هادي. فشنو غيكون المصير ديالك؟ شنو غيكون المصير ديالك؟ للأسف الشديد نتمناو الصادق باش لأن لربما يتم التضامن والتكافل وإيجاد لربما شقة لهاد الناس لأن يستحقوا. وهاد الناس عانوا وهاد الناس لربما مازالين تحت التأثير والصدمة والشوك. ماشي سهل هادشي اللي وقع لهم. ماشي سهل متابعينا الكرام. غنسمعوا شهادات صادمة وغتشوفوا الثلاجة اللي انفجرات وغتشوفوا كذلك التلفازه اللي انفجرت. نتمنى غير الريزو ما يمشيليش. انا تعمدت لانني نجي لهذا المكان باش الريزو. غنشوفوا الثلاجه عفوا هذه الثلاجه اللي انفجرت متابعينا الكرام. يعني بقوه الضوء يعني انفجرت الثلاجه كما كتشاهدوا معنا. التلفازه كذلك انفجرت للهيه كما كتشاهدوا متابعينا الكرام. نعم حتى التلفازة انفجرت. قمة ديال يعني الرعب اللي عاشوا هذا الحي هنا حي الأمل بطبيعة الحال 45. وهذه الأسرة مازال يعني السيدة مولاة الدار مازال يعني في الشوك. وهذه الدويرة غير كاينينها مساكن. شوف القرآن ما تحرقش. الله أكبر. القرآن ما تحرقش. بينوا لي في الكاميرا. خليك لا تما خليك. معجزة هذه معجزة. لا الله أكبر. القرآن بوحدو اللي ما تحرقش. كلمة الله سبحانه وتعالى ما تحرقاتش متابعينا الكرام. اقسم بالله تبوريشه قسما بالله لا تبور. القران اللي ما تحرقش متابعينا الكرام. كلشي تحرق الا قرب عندي القران. قرب عندي القران. لا قرب عندي القران. سبحان الله. حلي الكلمات ديال الله ما تحرقش. شوفوا ضوي لا في ضوي ضوي. سبحان الله العظيم. شوفوا سبحان الله العظيم. شوفوا سبحان الله. شوفوا سبحان الله. كلمات الله بوحدها اللي ما تحرقاش. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. من برا شوف من برا كاين الحريق. من الداخل الكلمات ما تحرقها. يمشي لله عليك. من الداخل نشوف. من الداخل شوفوا الحريق. برا الكلمات ما تقاصش. سبحان الله العظيم. شوف من بعد شويه الضوء لا بعد شويه الضوء. شوفوا الكلمات ديال الله سبحانه وتعالى ما تقاصش. كلمات الله معجزه هذه قسما بالله معجزه. الحمد لله. هنايا راه حنا واقفين. الله 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 الله. ما تقاصش شي حرف. سبحان الله العظيم. شوفوا متابعينا الكرام حتى شي حرف ما تقاسيني. معجزه معجزه الهيه. شوف من برا مقيوس ومن الداخل يعني ما قدرتش لان سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم متابعينا الكرام. كلشي تحرق الا كتاب الله. هذه معجزه ربانيه معجزه ربانيه معجزه ربانيه. الله يجازيكم بخير. لا 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 يعني الاجر اللي غديروه في هذه الاسره ما غنتخلاوش عليهم بطبيعه الحال. غنوصلوا الصوت ديالهم المغاربه الكرماء الاعزاء. نتمنى الصادق باش انكم تبارطاجيو هذا اللايف. سمعتوا التفاصيل شفتوا المعجزه اللي تحققت بان كتاب الله بوحده اللي ما وقع له والو. الثلاجه انفجرات. الحديد تحرق يعني الحديد يا عباد الله. الحديد كتشاهدوا معنا حديد انفجر وتحرق. التلفازه انفجرت وتحرقت. الا كلام الله الا كلام الله. فهنا رسائل ربما للمغاربه باش لانكم لربما ساعدوا هذه وليدات ديالهم ساكن اللي بقى حاله ديال التشرد بكل صدق. هاد السيده راه غير ما كيرضاوش المغاربه طبيعه الحال بالكرامه ديالهم. ما كيرضاوش يقولوا انهم محتاجين. ولكن حنا كنعرفوا ان الاسره راه محتاجه خصنا نضرب. لا اعطيني داك الضو هكا. لا شتي عندك هكا. شوفي هاد
هذا المعجن غير قربي عندك الميكرو لالا. كلام الله لا ما تحرقش في البيت ديالك وجيت تحرق الا كلام الله، هذا ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد. نعم اللهم لك الحمد اللي جات من عند الله مرحبا بها. نعم 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 يبقى لي جديداتي الحمد لله. نعم المغاربه المغاربه اللي كيتابعوك الان بعدد كبير ديال الناس وكيصيفطوا لي كومونتير وغيعيطوا لك في التليفون ان شاء الله باذن الله الاسره ديالك، شنو تقولي لهاد الناس للشعب الكرماء واللي الان لربما كيتفرجوا في البيوت ديالهم جالسين وما وقع لهم حتى حاجه ولا لا يعني يكتب على هادشي على شي واحد، شنو تقولي لهاد الناس الان؟ كنقول لهم انتم كتشوفوا انتم كتشوفوا شنو صار عليا، انا براسي كنت كيف عليك بحالكم، كنت غادي نخلي وليداتي هنا في دارهم ومدي تباهم للطبيب، ما كنتش ناوية بينا غنمشيو نلقى هادشي كله واقع، أنا لقيتهم تساعدوني و هانتوما كتشوفو على عينيكم شنو كاين اللهم لك الحمد، هادشي لي أنا نقدر نقول اللهم لك الحمد. قولي لالا الرقم ديال التليفون ربي معاك لالا إن شاء الله يكون خير ربي معاك. اللهم الرقم ديال التليفون لالا ديالك 06 69 87 63 19. واخا لالا واخا بارك عليك نعطي للجيران يهضروا معاها يعني. اجي اخويا العزيز ما كانجيش تما الريزو تما في ديك البلاصه ما كاينش ما كاينش الريزو. اجي لالا عطيني شي كلمه شي شهاده اجي اخويا من هنا كتشوفوا غير يعني غير كلشي ركاب. السلام عليكم. السلام عليكم سيدي لاباس بخير مع صحة الله يجازيهم بخير نعاونوا هاد الناس. الله يجازيهم بخير نعاونوا هاد الناس بحال ما عندهم في حالهم حتى حاجة. الراجل عندها مريض الدراري خرجوا لها دابا لا مدرسة لا والو خرجوا هي بالحفا راهم عند الجيران محطوطين دابا والله يجازيهم بخير نعاونوهم الناس. وهادشي اللي بغينا ربما الهول ديال الفاجعه اللي وقعت انت كنتي ربما سمعتي حضرتي شنو شفتي شنو ما حضرتش انا منين جيت وشفت شي شدتنا الشهيه ما فطرنا ما والو جينا شفناهم من برا في الزناقه وهذا هو اللي عطى الله. نعم نعم الحمد. ايوا هادشي اللي بغينا عطت فينا الاخلاق ديالهم في مزيانين الناس طيبين مزيانه مع راجلها مفاهمه مع راجلها مع وليداتها الحمد لله اللي جات وصابت وليداتها حيه. نعم هادشي اللي طلبنا الله ونطلبوا الناس والمحسنين وهادشي نعاونوها حتى هي ما عندهاش. نعم 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 الله يجازيك بخير. هاد المعجزه اللي تحققت شفنا كلام الله بوحده اللي ما تحققش في هاد الدار هذه. اللهم لك الحمد هذا دين الله مزيان. نعم اللهم لك الحمد هذا هو اللي يحفظ لها وليداتها. نعم هذا المصحف اللي بقى في الدار هو اللي يحفظ لها وليداتها من العافيه وهذا الشيء. نعم نعم هذا الشيء اللي نطلبوا الله. شكرا اللهم لك الحمد الله يجازيك بخير. متابعينا الكرام سمعتوا القصه يعني لهاد الشهادات المؤثره كنشوفوا كتشاهدوا معنا كيفاش الناس يعني بقاو بدون ماوى للاسف. قربناكم من كل الحيثيات ديال هذا الموضوع غنزيدوا له ربما ما يقطعناش نتمنوا ما يقطعناش يعني هذا اللايف. هانتوما كتشوفوا متابعينا الكرام شوفوا شوفوا الـ شوفوا الدار كيفاش ولات كلها ركام مضوي لتحت اخويا العزيز اخويا العزيز شوفوا ركام كل شيء الا كلام الله سبحانه وتعالى اللي ما تحرقش وما وقع له حتى حاجه معجزه ربانيه يعني بكل صدق. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اعجاز كبير معجزه ربانيه يعني لا شوفوا القدره الالهيه سبحانه وتعالى التلفازه تحرقات وشوفوا الكوزينه كيفاش ولات الا كلام الله اللي ما وقع له حتى شي حاجه. البارطاجاو ثاني طاق لربما فيه عبار هذا اللايف وفيه كذلك لاننا نساعدوا هذه الاسره وعبر اللي كنقدموها الان على اللايف متابعينا وانتم بالالاف كتتابعونا ونتمنى صادق باش لانك ما تكتفيش فقط بالمشاهده. الله يحفظك اخويا العزيز اختي العزيزه اللي كتشوفوا هذا اللايف من خلال هذا يعني القناه ديال الشعب البارطاجاو ثاني طاق نخرجوا هذه الاسره من هذه المعاناه. حنا شعب ديال التكافل والتآزر وراه المسؤولين راه ما غيعقلوش ربما علينا راه سول فيكم شي مسؤول ولا شي حاجه لحدود الساعه ما كاين حتى واحد يعني حتى واحد يعني الشعب المغربي نعم 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 اذا حنا كابناء الشعب المغربي تكافل فيما بيننا غنبارطاجيو لها ثاني طاق هذا اللايف غنقربوا ربما الاسره من المواطنين المغاربه متابعينا الكرام. شكرا جزيلا غنكتفي بهذا القدر. شي شهاده واحده اخرى لالا واخا اذا غنختفي ناخذ شهاده اخرى متابعينا لالا. السلام عليكم لالا. شنو نقول لكم اخوتي انا كنت في الدار حتى اتصلوا بيا قالوا لك الاخت ديالك راه تحت العافيه.
منين جيت لقيت البومبيه بحرام مشات الدراري الحومه زعما الصراحه الله الله يجعس ربي يوقف معاهم، هما اللي وقفوا هما اللي فرعوا داك الشرجم باش دخلوا نقدوا الدراري، نقدوا البنيته الاولى الصغيره والوليد عاد بدات البنيته الصغيره كتقول عتقوا خويا خويا، منين مشاو لقاهم متسكي مسكين في واحد البلاصه مع هو ازماتيك عاد نقدوه الدراري الحومه. واش نقول لكم الله يجازيكم بخير لما توقفوا مع هاد السيده راه ما في حالتهاش، والله اللي شاهد علينا وعليكم قسما بالله قسما بالله ثم قسما بالله الى الزوج ديالها دار اكسيدون هذه 5 شهور وحنا كنعانيو معاها وتا هي كتعاني معاه، ودابا منين جات هذا المشكل هذا لا اله الا الله، العين بصيره وليد قصيره، الله يجازيكم بخير لما توقفوا معها والله يرحم لكم الوالدين. نعم شكرا لله، شكرا جزيلا المتابعين الكرام. شوف الكوزينه، شوف الكوزينه كيفاش ولات، قدوي لي اخويا العزيز، شوفوا الكوزينه دولي لتحت هنا، شوفوا الكوزينه كيفاش ولات متابعينا الكرام، نتمنى ما ينقطعش الريزو، شوفوا الكوزينه كيفاش ولات، البارطاج على وثاني طاق عافاكم، يوصل الرقم ديال هذه الاسره للجهات المسؤوله المحسنين باش انهم يوقفوا مع الاسره، شوفوا الكوزينه اللي لربما الاخوان والاخوات اللي كيتابعوا هذا اللايف وجالسين في ديورهم لهلا يكتب شي واحد، شوفوا الحيط يعني تشق للاسف، مولينكس شوفوا مولينكس كيفاش رجعت. مولينكس كيفاش رجعت؟ كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام في مشاهد حصريه لقناه الشعب شوف تي في. ورحمه الله.